في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انطلقت قافلة علاجية مجانية بمنطقة المحمودية في أسوان. ضمت القائمة 8 تخصصات إضافة للصيدلية التي قدمت أكثر من 130 صنفا من الأدوية بالمجان. كذلك تم إجراء الفحوصات المعملية سواء الدم أو الطفيليات والأشعة أيضا بالمجان. القوافل العلاجية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل بنجوب قرى ونجوع محافظة أسوان للوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا. القوافل العلاجية زي ما قلت لحضراتكم مستشفى ميداني متنقل. النهاردة قافلة العلاجية بننفذها في حي المحمودية تابع لمركز أسوان النهاردة وبكرة. النهاردة القافلة الطبية بتضم 8 تخصصات طبية مختلفة معنا. معنا خدمة الأشعة العادية، معنا خدمة الأشعة التلفزيونية، معنا 2 معمل، معمل الطفيليات ومعمل الدم، معنا الصيدلية في أكثر من 130 صنف. الكشف والعلاج في القافلة المجانية بالمجان. بنبدأ فعاليات القافلة بعمل ندوة صحية تسخيفية لسكان المنطقة، بنتكلم في جميع الموضوعات الطبية لتخصهم وكيفية الحصول على خدمة صحية كاملة متكاملة سواء في القافلة أو في المستشفى أو في الوحدة الصحية. احنا ممكن النهاردة بنتكلم بصدد تنفيذ قافلة طبية مجانيا جميع التخصصات، الكشف والعلاج مجانا، وطبعا القافلة دي تتبع مديرية الصحة وتبع حياة كريمة. وأنا بنتهز هذه الفرصة ببعث رسالة شكر وتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرجل البطل، بطل هذه المرحلة. احنا النهاردة بنستقبل القافلة الطبية اللي الكشف فيها مجاني، وبنشكر سيادة الرئيس وبنشكر حياة كريمة اللي هم أدونا أتاحونا الفرصة دي للناس الغلابة والشعب الطيب اللي هنا، اللي هو الكشف مجاني والعلاج مجاني.